صباح الخير، صباح الحب والولاء والإخلاص على أحلى أرض، أرض الكويت الحبيبة. الكويت عطتنا الكثير، وكل شيء مقدمه في حب الكويت وهو قليل، لكن ما ننسى وجود الكثير من الهامات على أرض الكويت الحبيبة، وهم فعلا خلدوا اسمهم وذكراهم ولا زالوا مستمرين في عطائهم. من أبرز الشخصيات اللي راح نستضيفها اليوم في برنامج شاي الضحى ماما أنيسة، كلنا عرفناها بماما أنيسة، حبها وعطائها وولائها، كرست حياتها لحب أهل الكويت. تكلم معاها اليوم أكثر في هذه المناسبة، بمناسبة الأعياد الوطنية. صباحنا جميل، كله إبداع، كله حيوية، وكله عطاء حق أرض الكويت الطيبة. ومثل ما قلت لكم ووعدتكم، ماما أنيسة هي ضيفتنا اليوم في شاي الضحى. طبعا يعني أنا من سمعت ماما أنيسة أنا بقابلها وايد وايد، هالشيء هذا الصراحة خلاني أفرح وخلاني كذي أتحمس حق هاللقاء ماما أنيسة. وفعلا حسيت أن أنا بي حق أكثر إنسانة أحترمها وأقدرها بالإعلام الكويتي وأحبها، لأن عطيتي الكثير لأهل الكويت. حبيبتي، وأنا استأنست إنه أسمى هي اللي تكون باللقاء. بعد عمري والله حبيبتي. أنا هذه شهادة ترى على فكرة أحتس فيها ماما أنيسة. الله يسلمك، الله يسلمك. ماما أنيسة، الحين إحنا نعيش فرحة أعياد وطنية، وكل أهل الكويت أكيد فرحانين ومستانسين حق هالمناسبة. أكيد أكيد. لك كلمة ودك تقدمينها حق أهل الكويت. والله يا أم، مش أقول أهل الكويت، يعني شيء في القلب قاعد يقولون يترجمون الأطفال الصغار ينقلون للكبار، والكبار قاعد ينقلون بالشوارع وفي البيوت في كل محل، فرحانين في تحرير الكويت وفي 25 فبراير. الله يدوم علينا. ودي أنا أقول شيء، يعني قصيدة انقالت يمكن، بس أبي أنا أقولها. سلوا الرماح العوالي عن معالينا، واستشهدوا البيضة الخاب الرجا فينا، إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا، لا يظهر العجز منا دون نيل منى، وأن رأينا المنايا في أمانينا. صح لسانك يما، والله هذه الكويت، علم الكويت. صحيح. اللي يعني يعطينا المعنى لحب الكويت. حب الكويت في قلبنا ما يموت. أيوة يا رب. أيوة إن شاء الله. أيوة ودوم الكويت تنبض بالحياة والحب والروح اللي احنا قاعدين نشوفها بأهل الكويت. يعني أنا ما أتصور أننا مرة ثانية بعد سنة 90 أنه أنا أرجع أقعد على كرسي وأقابل الأطفال في التلفزيون أو في الإذاعة. يعني إحنا يومين وفكرنا قلنا ماما أنيسة ونزين نبيها بلقاء معنا بشاي الضحى، وحق مناسبة وايد عزيزة على قلوبنا بالكويت. فكرنا على طول إنه يكون في مكان فيه أطفال، يعني ما في أحلى من وجود الأطفال. اعتزازك بهالشيء ماما أنيسة، وإنك بس تكونين تقدمين شيء فيه رسالة هاتفة وحق الطفل، هذا شيء جدا مهم وجميل. يما أنت ما شفت الحين الأطفال هني عويناتهم، يعني أنا أصلا أنسى الدنيا كلها لأنه عيني بعينها الصغار بس، فأحس إنه الكويت هي اللي قدامي. وبراءة الأطفال. وبراءة الأطفال. وبراءة الأطفال. شوفي، ممكن نتكلم عن هذا؟ أكيد. ودائما يبونك الورد والهدايا، وأنت تقولي لهم لا تجيبون. قدامي القرآن الكريم، واحدة من البنيات يا بنت الماما أنيسة، يعني وهم بعد حطوا داخل الورد مكتفوا. كاد أقول لهم يا ريت ما تجيبون هدايا، يا ريت ما تجيبون ورود، يا ريت ما لأن الورود أنتوا نفسكم ورود داخل
الله، هذا كلام وايد حلو يمه، لان الحين انا اشوف الاطفال ما شاء الله ما شاء الله، وبعدين احنا منهم والمدرسات يوم دخلنا المدرسه اشوف كل من يتهابطون عليك ويبوسونك، احس فعلا الحب هذا من الله، يعني الحب والعطاء من رب العالمين. شو تقولين بحب اهل الكويت لك اليوم؟ شو اقول الكويت؟ اقول لهم انت روحي وانت عمري وانت حياتي اللي اعيش فيها. شوفي قبل شوية بنية جابت لي رسائل، قلت لها راح أخذها من البيت أقعد على الفراش مثل ما يسوون المراهقين، أنا أفتحهم أبتدي أقرأ الكلام الجميل اللي كاتبين. طبعا إذا مو كانت الطفلة كاتبتها أو الطفل كاتبة يكون الأم والأبو صحيح، فأنا ينقلون لي، أنا وايد سعيدة. يعني تروالي عملي في اللي أنا ما أعتبر عمل، أعتبر حب. الله، يعني حب فعلا موجود في كل مكان، وبالعمل بالذات ماما أنيسة. يعني اليوم مش كثر الإنسان مهم إنه يشتغل ولكن يحب شغله وعمله، يعني أنت حبيتي شغلك أخلصتي فيه، لذلك أعتبر حب. لو ما كان في يعني عمل متواصل ما كان هذا الاستمرارية. صحيح، ما كانت هذه الاستمرارية في العمل. صحيح، وأنا قاعد أشوفهم يعني قاعدين مستانسين ونسولف معك، أشوف الأطفال دائما في بعيونهم رسالة حقك، بسرعة تفهمينهم بسرعة من بعيد، أنت فاهمة شنو يبون منك، فاهمة الحب والمشاعر، إيش كثر هالشيء هذا حلو إن الإنسان يفهمه ويعرف الناس اللي يحبونه ويقدرونه. أيه. أنا شوفي يعني عود بالله من قلت أنا ثروالي ماكو أحد ما يحبني. أكيد كلنا نحبك. والله نحبك. يعني أعتقد إنه الصغار والكبار. أكيد أكيد. كلهم يحبوني لأنه أنا أحبهم ومخلصة في حبي لهم، أحترمهم أولاً وبعدين أحبهم، لذلك صار يعني العطاء متواصل. أسمع، أنت ما طلعتي مع التلفزيون؟ لا، وأنا صغيرة للأسف ما كنت من الأشخاص المحظوظين، لكن سبحان الله الله رزقني بحب كبير إني أنا ألتقي فيك وأنا كبيرة وأقابلك بعد بالتلفزيون. يا حبيبتي أنا سعيدة وايد في المقابلة، وأنا أكثر أكثر سعادة من ماما أنيسة. يعني اليوم الكويت عطتنا الكثير، الكويت يعني كل شيء عطتنا، لكن احنا قاعد نقدم مقابل هالحب حتى لو كل اللي يقدر عليه يعتبر شيء بسيط حق حب الكويت. شلون تشوفين انجازات الشباب اليوم اللي قاعدين يحاولون يجتهدون في مشاريعهم واعمالهم؟ والله ما اشوفهم وافرح، يعني احس انه ابتدوا يحسون انه الحياه لها طعم ولها معنى، مو معنى مجرد كلمه حب وكذا، لا يعني عطاء بلا حدود. وابتدوا يتجهون للمشاريع الصغيره اللي يسوونها عشان يعطونها للكويت. صح، بالتالي الكويت تفرح بهذا العطاء لان الكويت عطتنا كل شيء ولا تزال تعطينا ولا تزال تعطينا، فمقابل هذا نرد عليها، نرد لها شيء، نردها شيء. يعني شوف الانسان يفرح بهديه ب عطاء من أحد. أنا أقول لهم الشيخ صباح الله يسلمه، الله يطول بعمره، لما قابلته مرة قال لي مع اللي معاي قال لهم هذه الإنسانة وفية. الله، كل ما أتذكرها أقول لأهلي وأقول للناس يعني شنو معنى العطاء، شنو معنى الهدية، كلمة حلوة من رمز الدولة يقول لي أنت وفية تسوى الدنيا وما فيها. الوفاء والإخلاص هم أهم صفتين لازم يتصف فيها الحمد لله الحمد في حياته كلها وبعمله وبكل مكان. يما الحب بعيونك أكيد له معاني كثيرة، شنو الحب؟ حب الكويت. بس أنا في تصور في جايني كلام عن الحب راح أقرأ لك منه شوية. يقول لي فيها الحب 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 هو علي حين ينام بدلا من الرسول في فراشه، وهو يعلم أن القوم اجتمعوا لقتل الرسول وأنه قد يموت على نفس الفراش. الله، كلمات جميلة وتعبر عن
مشاعر وإخلاص والمحبة. أقرأ لك واحدة بعد. الحب هو بلال حين يعتزل الأذان بعد رحيل الرسول، فلما أذن بطلب من عمر عند فتح بيت المقدس لم يرى يوما كان أكثر بكاء منه عندما قال أشهد أن محمد رسول الله. الله صح، هذا هو الحب. الحب معانية الكلمة واحدة، حي وبي، بس المعاني جميلة يجب أن يأخذ الإنسان منها المعنى الراقي، المعنى اللي فيه سموه، مو مجرد أنا أحبك وخلاص، مو مجرد كلمة، الكلمة لازم تكون بمعنى كبير وإحنا نكون مقدرينها. طيب يعني أنا وايد وايد استانست معك في هذا اللقاء، وإن شاء الله أتمنى أكيد كل المشاهدين اللي تابعوا اليوم فقرتنا استانسوا، ومن شافوك يعني أكيد على الشاشة استمتعوا بوجودك معنا اليوم في شاي الضحى. أكون وأسمى فيه بعد عمري. على فكرة بقول لكم ترى ماما أنيسة من متابعات برنامج شاي الضحى، وهذا يزيدنا شرف في برنامج شاي الضحى. أبي منك كلمة أخيرة لمشاهدات شاي الضحى ولمناسبة فرحتنا اليوم بالأعياد الوطنية. والله كل اللي أقول أقول إنه الحب في حياتي هو أنت وأهل الكويت. الله. صغارا وشبابا وكهولا. وإحنا يعني كلنا نحبك. أحب الكويت الشايب والطفل الصغير، كلهم محبتهم واحدة عندي. الكويت هي الحب، الكويت هي العطاء، الكويت هي العمل من أجلها. اعملوا من أجل الكويت، أخلصوا في عملكم مهما يكون هذا العمل. الله. حتى تبرزون معنى الحب. الحب معناته كبير، وفعلا أنا استمتعت معك. لحظة دقيقة، أنا استمتعت إني كنت معك يما، وهذه حبة على الرأس. وأكيد أتمنى من المشاهدين، أنا متأكدة أن المشاهدات تحديدا بقول اللي تابعون شاي ضحى استمتعوا معي اليوم مع ماما أنيسة، وأنا واحدة من المشاهدات على فكرة اللي كنت أتابعها، وأنا مستانسة وايد اللي موجودة معك، وهذه شهادة منك لي وبرنامج شاي ضحى يما، وأتمنى لك التوفيق يا رب إن شاء الله دوم. أنتي مجوهرة التلفزيون الكويت. بعد عمري حبيبتي. استانسوا معنا اليوم بشاي الضحى والمزيد من الفقرات. مع السلامة. Yeah.